دستورنا هو القرآن، كان والآن سوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. إحنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي إحنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. طبعا لما أتكلم عن نص صريح من السنة، أغلب المدونين الحديث في تدويناتهم صنفوا الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري ومسلم وغيره، أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، لكن في تصنيف آخر هو الأهم اللي هو الحديث المتواتر والأحاد والخبر، وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية الشرعية. فلما أتكلم مثلا عن الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة، مجموعة أشخاص يعني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الحديث قليلة للغاية لكن ثباتها قوي جدا، وتفسيرها يخضع الاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث. بينما الأحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جماعة جماعة عن فرد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي فرد في الحلقة، فهذا يسمى حديث أحاد. وهذا يصنف أصناف كثيرة، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. وهذا الحديث الأحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة، خاصة إذا كان حديث أحد صحيح، وهذا يشكل أيضا جزء قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الخبر اللي هو عن فرد 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 فرد